عودة علي معلول للتدريبات الجماعية. ولسه علي في المرحلة الأخيرة إن شاء الله يرجع، إن شاء الله ممكن بقى قدامه مثلا أسبوعين 3 أسابيع إن شاء الله يرجع بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرمه ويبقى معانا ويقدر ينافس زمايله ويقدر يرجع تاني علي معلول اللي الناس بتحبه اللي عمل كتير جدا في النادي، إن شاء الله ربنا يكرمه إن شاء الله. هل هتنظموا له مباريات ودية؟ والله يا كابتن انت عارف الضغط بتاع المباراة بالنسبة لنا يعني، لكن ان شاء الله طبعا لو في متاح في فترة توقف او في حاجة طبعا اكيد طبعا.